عوالم وأسرار. إعداد وتقديم رجاء السب. في عالم النبات حكايات عجيبة غريبة عاشها واكتشفها باحثون عبر العالم، فأي أسرار تخفيها النباتات؟ في فقرة عوالم وأسرار نغوص كل أسبوع في عالم النبات وأسراره، ونتحدث عن ظواهر غريبة أقرب إلى الخيال. يقول أحد العلماء الأمريكيين إن النبات ينشأ بينه وبين صاحبه نوع من الألفة والعلاقة الحميمية، وأنه يستجيب عند دخول صاحبه إلى الحجرة بطريقة تختلف عن تلك التي يستجيب بها لدخول الآخرين، بل يقول أنه يستجيب لمشاعر الحيوانات في البيت. في الحلقات السابقة رأينا مستمعينا كيف أمكن إثبات أن النبات يحس ويشعر ويعبر عن أحاسيسه ومشاعره، كما رأينا كيف يستطيع النبات أن يقرأ أفكار البشر وكيف يستجيب لها. والسؤال المطروح الآن، هل يمكن أن يكون للنبات ذاكرة؟ هل يتمتع بالقدرة على إدراك المعلومات والاحتفاظ بها لاستخدامها إذا دعت الحاجة؟ أول إجابة عن هذا السؤال جاءت من اليابان. لقد قرر العالم الياباني كين هاشيموتو خبير أجهزة البوليغراف أن النبات الصبار الذي في معمله يستطيع أن يعد الأرقام حتى الرقم 20، ويكشف نبات الصبار عن قدرته هذه بواسطة الرسوم الخاصة التي يعطيها جهاز البوليغراف المثبت عليه. لقد أجرى باكستر الخبير الأمريكي بعد التجارب معتمداً على 6 من الطلاب كشفت عن قدرة النبات على تخزين المعلومات لفترة زمنية محددة، وأن النبات يتصرف في هذه المعلومات بطريقة ذكية جداً. كانت تجربته بسيطة للغاية، سأل 6 من طلبته أن يساعدوه على إثبات أن النبات يستطيع أن يتذكر خبراته السابقة، وكانت التجربة لا تتطلب أكثر من أن يعمد أحد هؤلاء الطلبة إلى تحطيم نبات وقتله. جرى اختيار الطالب الذي سيقوم بهذه المهمة عن طريق الاقتراع السري، واتفقوا على أن يخفي الطالب الذي يسحب الورقة التي بها التكليف أمر تكليفه عن الباقين وحتى عن أستاذه باكستر، ثم كان عليه بعد ذلك أن يتسلل إلى حجرة بها نباتان فيحطم أحد النباتين في وجود النبات الآخر. في وقت لاحق سأل باكستر طلبته أن يدخلوا الحجرة واحداً تلو الآخر، وذلك بعد أن ثبت جهاز البوليغراف على النبات الذي شهد الجريمة. تولى دخول الطلبة الأبرياء واحداً وراء الآخر دون أن يعطي النبات أي استجابة، لكن عندما دخل الطالب المذنب الحجرة أظهرت رسوم الجهاز أن النبات يمر بحالة حادة من احتدام العواطف. لقد تحركت ريشة الجهاز على طريق الورق بحركة محمومة، بهذا استطاع باكستر أن يحدد الطالب المذنب الذي حطم وشوه النبات الأول عن طريق ما أبداه النبات الثاني كشاهد على الجريمة، أمر يثير الدهشة. إذن هل يتمتع النبات بذاكرة؟ هل هو نوع من التخاطر العقلي؟ طبعاً من الممكن القول بأن النبات استجاب لمشاعر الطالب المذنب، وقد ذكر الطالب أن إحساسه بالذنب كان ضعيفاً للغاية بالنسبة لإتلاف النبات الأول، وسواء كان النبات الثاني قد تذكر القاتل أو أنه قد استجاب لمشاعر القاتل، فهذا أمر لم يتمكن باكستر من حسمه، غير أن الحسم جاء نتيجة للتجارب التي تثبت تمتع النبات بذاكرة. عوالم وأسرار. إعداد وتقديم رجاء السب.